سنتحدث في هذا الفيديو عن حياة الشخص الريادي الملتزم المبادر. حياة الشخص الريادي هي حياة قاسية، هي حياة كفاح، حياة صراع، حياة سحب ودفع. قد يتبادر إلى ذهنك أن أصدقائك يريدون المساعدة، ولكن سيأتون ويشاهدون فقط من مسافة كافية، ولكنها معركتك وعليك الاستمرار في القتال، عليك أن تتماسك. هناك العديد من الأسباب التي قد تسحبك للأسفل: أشخاص فاسدون، أوضاع مادية سيئة، ظروف أخرى سيئة، أسباب عائلية، بعض الأصدقاء الحاسدين، أو أشخاص يحيطون بك يريدون سحبك للأسفل معهم، ولكن عليك أن تتماسك. المحزن في الأمر أن أشخاصا تهتم لأمرهم يشاهدون ما يحصل لك ولا يفعلون شيئا، ولكن عليك أن تدرك أن في نهاية الأمر كل شيء يتعلق بك ومستقبلك، وأولئك الذين تهتم لأمرهم سيبدأون بالرحيل وفي جماعات، وسيتركونك تكافح ويتركونك وحيدا، وفقط القليل منهم سيبقون حولك، وقد يكون أولئك أصدقائك المخلصين، بينما الأغلبية ترحل. عندما تكون مفلسا أو مديونا أو خسرت تجارتك، فقط القليل من سيبقى حولك، ولكن حتى أولئك القليل مع الوقت سيرحلون. هي رحلة صراع يجب أن تخوضها بمفردك. رسالتي لك هي أن تستمر في دفع نفسك للأمام، والله عز وجل قدير على جلب المساعدة إليك. قد تكون من أولئك الذين لم تتوقع منهم أي شيء، وسيأتون من حيث لا تعلم. فقط تشبث بأي شيء ولا تستسلم، المساعدة قادمة في الطريق. تحلى بالأمل بالله، وسيسوق ربك الفرج إليك بطرق لم تتوقع، وعاجلا أم آجلا ستجد طريقك، وستحظى بفرصة الخروج من وحل الفوضى. ستكون مكسورا، مجروحا، تعاني من الآلام، ولكن على الحياة أن تستمر. استمر بالتقدم. هذه رسالة من الإنسان الريادي الناجح، والمستقبل سيكون مشرقا بإذن الله.